شيخنا الفاضل، لدينا سؤال من أحد نساء القبيلة تسأل عن حكم الحيض وهي محرمة، بغات تؤدي مناسك العمرة وأتاها الحيض، ما حكم ذلك؟ هل لها طواف وسعي أم تتوقف أم تبقى بإحرامها حتى تتحلل إن أحرمت، أو إن حاضت قبل الإحرام ماذا يجب عليها؟ الله يجزاك خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبالنسبة لسؤالك، أحسن الله إليك، أن المرأة إذا نوت العمرة وأصابها الحيض أو النفاس وكان ذلك قبل مرورها على الميقات، فإنها إذا حازت الميقات فإنها تحرمه بالعمرة وتلبي وتهلل وتكبر. والدليل في ذلك حديث جابر بن عبد الله عند الإمام مسلم وغيره في منسك النبي الطويل، لما نفست أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها، لما وصل إلى ذي الحليفة فأرسلت وولدت محمدا ابن أبي بكر رضي الله عن الصحابة أجمعين، فأرسلت النبي عليه الصلاة والسلام تسأله ماذا أفعل؟ قال اغتسلي وأحرمي واستثري بثوب وافعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهرين. وهذا الذي عليه إجماع أهل العلم، وذكره النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب وفي شرح على مسلم، واختار ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية، الشيخ ابن عثيمين، والشيخ باز رحمة الله على الجميع. فإذا وصلت بعد ذلك إلى مكة تبقى، فهي ما زالت باقية على إحرامها حكما، لا تطوف ولا تسعى ولا تقوم بأي عمل من أعمال العمرة، لكن تستمر في التلبية في ذكر الله تبارك وتعالى. فإذا طهرت من حيضتها اغتسلت ثم ذهبت لأداء المناسك، لا تذهب مرة للميقات لأن قد أحرمت من الميقات وهي ما زالت محرمة حكما، فقط ما عليه لأنها تغتسل من حيضها ثم تذهب مباشرة وتأتي بعمرتها وتطوف حول البيت سبعا وتسعى بين صفا والمروة سبعا، ثم تقصر من شعرها، وبعد الطواف طبعا حول البيت سبعا تصلي ركعتين سنة الطواف. هذا هو الذي يكون من أحكام المرأة إذا حاضت أو نفست وهي محرمة، وتجتنب كل محظورات الإحرام من الطيب إلى غير ذلك، من القفازات، لكن تغطي يدها بكفائها بدرعها وتغطي وجهها بغير نقاب، يعني تضع مثل الطرحة أو شيء تغطي به وجهها، وتجتنب محظورات الإحرام الأخرى، وتجتنب أيضا الجماع إلى غير ذلك والمباشرة، هذا حتى لا يفسد عليها عمرتها. صلى الله عليه وسلم وسلم آخر الدعوات الحمد لله رب العالمين. تمت حيل صوتيا في عشية يوم الأربعاء لثمانية خلوان من جمادى الأولى عام 5 ربيع 84 عليه الصلاة والسلام.